نجت الفنانة اللبنانية المعتزلة أمل حجازي من حادثة خطيرة أدت إلى تعرضها لإصابات بليغة في أنحاء عديدة في جسدها. وكشفت أمل عن إصابتها من خلال صورة نشرتها عبر صفحتها الخاصة على موقع إنستغرام تظهر حجم الإصابة، وأرفقت الصورة بتعليق جاء فيه: صار معي حادث قوي، الله لطف فيني، وعندي أكثر من كسر برجلي، ومثل ما شايفين تم وضع سياخ وبراغي من الداخل وإصابة بالظهر، الحمد لله على كل شيء. وتابعت أمل: يلي حبيت وصله أنه الإنسان إذا كان بكامل صحته وقادر يقوم ويجلس، هيدي أكبر نعمة مننساها ومنرجع منتذكرها لما نفقدها. إنك تقدر تنام مش موجوع، تقدر تبرم مرة على جنبك الشمال ومرة على جنبك اليمين براحة، هيدي أكبر نعمة كمان مننساها كل ليلة عند النوم. وأضافت أمل: إذا مرض الإنسان وطلبوا منه كل ماله ليتعافى ما بيتأخر ولا لحظة أنه يخسر كل ماله مقابل الصحة، فإذا كنت فقيراً ولا تشتكي من أي أوجاع ومرض فأنت أكبر غني. الحمد لله والشكر في جميع الأحوال في السراء والضراء، ادعوا لي للشفاء والله يشفي كل مريض. وكانت أمل حجازي قد أثارت جدلاً خلال السنوات الماضية عقب قرارها المفاجئ بالاعتزال وارتداء الحجاب. وأوضحت أمل أنها قررت ارتداء الحجاب بعدما طلبت الهداية من ربها، وقالت رداً على سؤال في إحدى مقابلاتها عن سبب الاعتزال: كنت طالب الهداية من ربنا والله استجاب الحمد لله لدعوتي وهداني أن أعتزل الفن وأرتدي الحجاب. لافتة إلى أن تعليق المشايخ على صورها القديمة في وسائل التواصل الاجتماعي دفعها إلى مسحها من حساباتها على إنستغرام. وقالت حجازي إنها سعيدة كونها دخلت هذا العالم، وأضافت: أشكر ربي، مشيرة إلى أنها لم تختفي عن عالم السوشيال ميديا لأنها تريد أن تكون عنصر تأثير وإفادة للآخرين.